انت عارف البلد بتبقى فيها حاله، انا متخيل الناس دلوقتي لا البلد فيها حاله قاعده يعني، مثلا ماتش ليفربول في الكافيهات ده الناس بترزق حتى. انا البلد مركز شباب نجريج، انا شفت الصور اللي محطوطه قبل الحفله والناس قاعده ازاي، ومصر كلها. انا متخيل لحظه اعلان تتويج انا محمد كنت صلاح. في بيله يوم ما خد احسن لاعب في افريقيا، كنت في زياره كده لبيله، وكنت قاعد في وسط مثلا 5000 واحد او اكتر من 5000 واحد. شوف ساعه لما مستر كوبر خد الجايزه، لما الفرقه خدت الجايزه، لما صلاح خد الجايزه، حاجه بتسعد الناس. الناس محتاجه لحاجه تسعدها يعني. فاتمنى له هو ان هو يفضل محافظ على اللي هو فيه ده، عشان يفضل يحافظ على سعاده المصريين اكتر وقت ممكن.